ضريبة بكل الاعتبارات الدولية عرض الحائط، بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح في محاولة تبدو لفرض شروط جديدة على مقترح الهدنة بينها وبين حماس. مقترح الهدنة الذي وافقت عليه حركة حماس بالأمس وأربك حسابات الاحتلال نص على تنفيذ اتفاق من ثلاث مراحل، مبادئه الأساسية تبادل المحتجزين والأسرى وعودة الهدوء المستدام في غزة. لكن تل أبيب رغم الضغوط الممارسة عليها داخليا وخارجيا لقبول الهدنة قررت بشكل مفاجئ تنفيذ عملية في رفح قبيل ساعات من وصول وفدها المفاوض إلى القاهرة. جيش الاحتلال أعلن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الرابط بين غزة ومصر بعد ليلة من القصف العنيف، ما دفع القاهرة لإدانته بأشد العبارات، وطالبت إسرائيل بتجنب ما يمكن أن يهدد مصير المفاوضات. أما حركة حماس فقالت إن اقتحام معبر رفح تأكيد إسرائيلي على نية تعطيل جهود التهدئة لمصالح نتنياهو وحكومته المتطرفة، مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بإيقاف التصعيد المهدد لحياة مئات الآلاف من المدنيين. إقدام الكيان المحتل على اجتياح رفح اعتبرته مصادر دولية ضوءا أخضر منحته إدارة بايدن لنتنياهو لعملية محدودة قد تستغرق أياما لتحقيق انتصار وهمي يمكن تسويقه لوزراء اليمين المتطرف في حكومة الحرب الإسرائيلية. الخارجية الأردنية قالت إن إسرائيل بدلاً من أن تعطي فرصة للمفاوضات ذهبت لاحتلال رفح وأغلقته أمام المساعدات ودعت مجلس الأمن للتصرف بحزم فوري مع التطورات. على الصعيد الإقليمي تشير التطورات في رفح إلى احتمالات تمدد الصراع إلى جنوب المنطقة وتحديداً في البقعة البحرية منها، فالأنظار تتجه نحو الحوثي ورده المحتمل على التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.